بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، بعد محاضرتكم ذكرتم يونت 6، حفظتم الكلمات، اطلعتم على السور ريدنج والاستماع، عرفتم القاعدة المهمة جدا اللي هي بتاعت الروابط الشرطية. يا جماعة مهمة مهمة لأبعد حد. المشكلة إن القاعدة دي ما بتنعادش في ثالثة ثانوي، لكن بتيجي في الامتحان، بتيجي في الامتحان، خلي بالكم. تعالوا بقى بعدين كده نناقش مع بعضنا الامتحان 392 صفحة 392. نمبر 1، she has a close، طبعا هتبقى رقم سي ودي، اللي هي ريليشن شيب او ريليشن يعني علاقه وطيده، with all her classmates اللي زملاء الفصل. نمبر 2، it's difficult يعني من الصعب، that such a mean person يعني الشخص المين دولة البخيل، will donate anything، donate يعني يتبرع. in this sentence means gives the antonym يعني العكس من كلمه مين ديت ايه. طبعا هنقول كلمه generous اللي هي رقم بي، او hospitable، جنرس وهوسبيتابل الاثنين معناهم كرم الضيافه او معناهم ايه كريم. طيب مريم رقم 3، مريم wanted to be alone، alone يعني بمفردها. the antonym of alone عكس كلمه alone في المعاني المتاحه ديت كلمه wanted اللي رقم بي، او كلمه loved اللي رقم سي. يعني انا شايف ان loved مش. نمبر 4، this man is known to be so mean، so mean يعني بخيل، so he can't be، لا يمكن يكون ايه، طبعا جينرس اللي هي كريم، او هونرابل يعني كريم برضو او مبجل. نمبر 5، هي هاز، طبعا رقم دي اللي هي كيبت او ستايد ان تاتش ويز سام اولد فريندز، هي هاز كونتينيود تو كوميونيكيت ويز ذيم يعني يتواصل معهم. رقم 6، هي هاز لوست تاتش ويز يعني فقد الاتصال بي سام اولد فريندز الاصدقاء، هي نو لونجر كوميونيكيت ويز ذيم يعني لم يعد يتواصل معهم. نمبر 7، I started getting into novels يعني بدأت أستمتع بقراءة النوفلز when I was 20. The phrasal verb get into in this sentence means اللي رقم D starting to enjoy. Number 8, he fell out with Ali يعني تعارك مع عليا. This means they had a quarrel يعني شجار. Number 9, he could have drowned كان يمكن أن يغرق unless إذا لم a passing ship يعني سفينة عابرة had risked him risk يعني ينقذ. Number 10, if مجدي had enough money لو مجدي معاه مالا كافيا هتبقى رقم B he would buy a new mobile هيشتري موبايل جديد. Number 11, if I spend so much work لو ما عنديش عمل كتير I would have time to go to the club. يا جماعه خلي بالك اللي هنا الحاله تانيه مش تالته، وبالتالي هناخد رقم C اللي هي didn't have. نمبر 12، if my father set off late، set off يعني يبدا، وخلي بالك set off هنا في الماضي لان لو كسرت بيها مضارع كان حط الفعل اس، وبالتالي هناخد رقم سي he would arrive after sunset يعني بعد غروب الايه الشمس. رقم 13، منال will pass all her exams يعني ستجتاز كل الامتحانات if she works hard لو عملت بجد، اللي دي الحاله الاولى اللي هي مضارع بسيط وجواب الشرط يبقى will زائد المصدر. 14، what would you have done if you had lost، لان had lost يعني ماضي تام، your phone yesterday بالامس، واصلا لما بلاقي كلمه يعني دل على الماضي بنستخدم الحاله الثالثه، فعل الشرط بيبقى had plus be، جواب الشرط بيبقى would have والتصريف الثالث للفعل. رقم 15، I used to like hot food يعني اعتدت ان انا احب الطعام الساخن، now I can't stand it يعني الان لا اطيقه. طبعا ما نستخدمش would هنا يا جماعه، ليه؟ لان would دي ما بتجيش مع الستاتيف فيربس. نمبر 16، there is a view يعني في مشهد منظر، although there is no balcony على الرغم انه لا يوجد بلكون. As long as we live we continue to learn، طالما اننا نعيش فاننا نستمر في التعلم. And the education we receive helps us to keep on learning، والتعليم الذي نتلقاه يساعدنا على مواصلة التعلم. We are taught reading, writing and arithmetic so that we can gain further knowledge and learn how to find out things for ourselves. فنتعلم القراءة والكتابة والحساب حتى نتمكن من اكتساب المزيد من المعرفة وتعلم كيفية اكتشاف الأشياء بأنفسنا. We are taught، taught دي جاية من ال verb teach وبيتصرف teach taught taught. What is learned can vary widely، ويمكن أن يختلف ما يتم تعلمه على نطاق واسع. It may be manners, beliefs, attitudes, or it could be words and figures. فقد تكون أخلاقاً أو معتقدات أو مواقف أو كلمات وأرقام. It might be the techniques of running a machine
or a skill in playing a musical instrument. وقد تكون تقنيات تشغيل آلة أو مهارة في العزف على آلة موسيقية. Those who teach can also vary. وأولئك الذين يعلمون يمكن أن يختلفوا أيضا. Teaching may be done by teachers in school. فيمكن أن يتم التدريس من قبل المعلمين في المدرسة. ونلاحظ الفعل done جاي من do وتصريفه do did done معناه يفعل. But it may also be done by parents, older brothers and sisters or friends. ولكن يمكن أن يتم أيضا من خلال الوالدين والإخوة الأكبر سنا والأخوات والأصدقاء. Everyone has his own sources of education. ولكل فرد مصادره التعليمية الخاصة. Such as newspapers, television, books, films and museums. مثل الصحف والتلفزيون والكتب والأفلام والمتاحف. Modern industry and agriculture depend on hundreds of skills. وتعتمد الصناعة والزراعة الحديثة على مئات المهارات. These skills can't be taught without schools. وهذه المهارات لا يمكن تدريسها بدون مدارس. Every factory worker or farmer must at least know how to read and write and do simple arithmetic. فيجب أن يعرف كل عامل مصنع أو مزارع على الأقل كيفية القراءة والكتابة والقيام بالعمليات الحسابية البسيطة. People like engineers, doctors and teachers need a high degree of training. ويحتاج الناس مثل المهندسين والأطباء والمعلمين إلى درجة عالية من التدريب. The cost of teaching and training is very high. تكلفة التدريس والتدريب مرتفعة للغاية. Education our time is becoming more and more expensive. وأصبح التعليم في عصرنا أكثر تكلفة. In some countries in the world, parents have to pay a lot of money to send their children to good schools. ففي بعض الدول يتعين على الآباء دفع الكثير من المال لإرسال أطفالهم إلى مدارس جيدة. The price of books, especially at the university level, is very high. فأسعار الكتب خاصة في المستوى الجامعي مرتفعة للغاية. Many parents can't send their children to school because of the expenses. ولا يستطيع الكثير من الآباء إرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب المصاريف المرتفعة أو بسبب النفقات. Education تعليم. Receive يتلقى. Arithmetic حساب. Gain يكسب. Knowledge معرفة. Learn يتعلم. Find out يكتشف. Vary يختلف أو يتنوع. Widely بشكل واسع. Manners أخلاق. Beliefs معتقدات. Figures أرقام. Techniques طرق أو تقنيات. Running إدارة أو تشغيل. Playing عزف. Musical موسيقي. Instrument آلة. Sources مصادر. Education تعليم. Industry الصناعة. Agriculture الزراعة. Factory مصنع. At least على الأقل. Degree درجة. Training تدريب. Expensive غالي. Especially خاصة أو خصوصا. Level مستوى. Expenses نفقات. أسئلة القطعة number 17. According to the passage, space aims to continue learning. بالنسبة للقطعة اللي بيهدف لاستمرار التعلم هتبقى number C, the education we receive, التعليم الذي نتلقاه. 18. Every factory worker or farmer shouldn't be. كل عامل في مصنع أو مزارع يجب ألا يكون. Illiterate أمي. 19. We can gain further knowledge. يمكننا أن نجني المزيد من المعرفة. In this sentence, the word further most likely means extra, أزيد يعني. Number 20. As mentioned in the passage, many parents can't send their children to school space. كما ذكر في القطعة،
كثير من الآباء لا يستطيعون إرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب، هتبقى C due to high costs، بسبب النفقات العالية. 21 according to the passage education is، بالنسبة للقطعة التعليم يكون a means، وسيلة. 22 depend on means، depend on دي معناها rely on، يعتمد على. 23 the price of university books is very، أسعار كتب الجامعة is very، تكون very expensive، غالية جدا. 24 teachers and space need a high degree of training and engineers، المعلمين والمهندسين بيحتاجون إلى درجة عالية من التدريب. Translate into Arabic. We are in an urgent need of a revolution against bad behavior. Really, we should refuse any strange conduct and try to modify it. Urgent يعني عاجل. Revolution ثورة. Against ضد. Behavior سلوك. Refuse يرفض، strange غريب. على بعضها، نحن في حاجة ماسة لثورة ضد السلوك السيء، فيجب علينا حقا أن نرفض أي سلوك غريب ونحاول تعديله. يخشى كثيرا من الناس البدايات في كل شيء يفعلونه، فالبدايات دائما ما تكون صعبة وتحتاج إلى المغامرة والثقة بالنفس. بعض الكلمات يخشى يعني fear، يخشى fear، البدايات beginnings، beginnings يتطلب require مغامرة، adventure الثقة بالنفس، self confidence. تعالي كمان نشوف البداية. يخشى كثيرا من الناس، كثيرا من الناس يعني many people أو a lot of people، مش مشكلة. يخشى يعني fear، البدايات يعني beginnings أهو. في كل شيء يبقى in everything they do، يفعلونه they do. واحد هنا ممكن يسأل لي سؤال يقول لي كلمة beginning is ما حطت لها ازاي، ليه؟ لأن اسم جمع نتحدث عنه بوجه عام، والأسماء الجمع حينما نتحدث عنها بوجه عام ما بنحطش قدامها أداة نكرة ولا تعريف، لما يكون الكلام بشكل عام. زي ما نقول مثلا doctors are angel of mercy، يعني الأطباء ملاك الرحمة. مين هم الأطباء اللي ملاك الرحمة؟ ما ذكرتش الأطباء بقى، خلاص. في البدائيات اللي هي beginnings أو are always يعني دائما ما تكون صعب يعني difficult and require يعني require قلنا يعني يتطلب. طيب المغامرة اللي هي adventure يعني المغامرة، and self confidence اللي هي الثقة بالايه؟ الثقة بالنفس. طب واحد سألني يقول لي أساس أنت ما حطيتش ليه قدام كلمة adventure أو self confidence ذا؟ لأن ديت أسماء معنوية، أسماء لا تعد، فلا نضع قبلها لا أداة نكرة ولا أداة تعريف. وفقكم الله.